يسعد مساكم ويا هلا وغلب مشاهدين شاشة اس بي سي. انا سارة بنت عبد العزيز، التقي فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي ات اس بي سي، واللي نقدم من خلاله اخر المستجدات والاخبار والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يسعدني أني أزف لكم أنه قبل يومين وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تم بنجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض. بعد العملية قال الدكتور عبد الله الربيعة وهو قائد الفريق الطبي اللي أجرى العملية: هناك ناس يهدرون الدم لهدم الحياة، وناس يهدرون الدم لإنقاذ الحياة. مقولة للعمر، وبقول لكم كلام من قلبي، ولله الحمد والفضل والمنة أني سعودية وأنتمي لهذا الوطن العظيم اللي يمتد خيره مو بس للمواطنين أو المقيمين، يمتد لجميع بلدان العالم. في السعودية نزرع الحب والبياض والنقاء والسلام في كل مكان، ونرجع نقول على قولة البدر ونردد: ما لحد منا، الله اللي عزنا ما لحد منا. خلينا نشوف هالفيديو. الحمد لله على سلامتك، هذا أحمد وهذا محمد. الحمد لله، الحمد لله، هذا نعمة رب العالمين، الآن بننتقل إلى عناوين حلقتنا لهذا اليوم. هل انحرفت مواقع التواصل الاجتماعي عن مسارها؟ بعد الجدل حول كليب إنساني أوزيكس ضيف حلقتنا لهذا اليوم، فزعة سعودية بسبب عروسة، قصة شهامة، فزعة سعودية بسبب عروسة قصة شهامة. عندما كنت طفلاً، هاشتاغ الذكريات البريئة، تحدي فيفا بين عبد العزيز السميلي وأنا سارة عبد العزيز، الله يستر. مشاهدينا، يهمنا مشاركتكم في استفتاء الحلقة في هذا اليوم من خلال حسابنا عبر تويتر @SBCShow أو حساباتنا الخاصة اللي موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. استفتاء حلقتنا لهذا الأسبوع يقول: وش نبغى من مواقع التواصل الاجتماعي؟ تكوين علاقات اجتماعية، أم البحث عن الأخبار، أم الترويج للمواهب وإيصال أصواتنا، أم الختام إيصال أصواتنا للمسؤولين؟ صوتوا معنا عشان نعلن عن النتائج في نهاية الحلقة. والآن قبل ما نروح لمواضيعنا أو مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، خلينا ننتقل إلى غرفة أخبار السوشيال ميديا في أس بي سي مع زميل عبد الله شعداني. أبغى منك أول شيء كلمة عن العملية والنتائج العملية اللي كلنا كنا منتظرينها. تمام، حياك الله يا سارة أول شيء، وحيا الله المشاهدين الكرام. النجاح العملية كان حديث الويكند الأسبوع هذا بصراحة، وفي معلومات كثيرة جدا أنا ما اكتشفتها إلا بجلسة، أو عرفتها بالأصح إلا بجلسة كانت مع الشباب، وكان في من بينهم واحد شغال في نفس المستشفى فقاعد يعطينا معلومات يمكن مجهولة عند عامة الناس. نعم. اللي هي أن العملية أصلا مرت تقريبا بأكثر من 11 مرحلة. واو. ابتداء بالتخدير، الإجراح العامة، المسالك، العظام، أقسام كثيرة، وأكثر من 35 متخصص، وفي كل تخصص من 4 إلى 6 من الأطباء، وعلى رأسهم إشراف الدكتور الربيعة. تبارك الرحمن. يعني ما شاء الله، جهود مبذولة وجنود مجهولة المشكلة. يعني هنا واجبنا، أنا أشوف أنه من واجباتي أساساً أني واقف قدام الشاشة أني أعطيهم الشكر هذا الخاص لكل من سعى خلف هذا الموضوع. والحين بعد ما قفلنا شكر من داخل غرفة أخبار السوشيال ميديا لـ SBC،
نستضيف معنا الاستاذه اليوم نوف النويصر. حياك الله استاذه نوف. حياك الله. ودي بدايه بس تعطينا نبذه عن برامج المراه في اس بي سي. اهتمت هيئه الاذاعه والتلفزيون في الدوره البرامجيه الجديده في برامج المراه بشكل خاص. من ضمن البرامج برنامج نون الفخر بتقديم زميلتنا المذيعة فاطمة فهد، يعرض على القناة الأولى، يهتم في نجاحات المرأة السعودية ودور الوطن في تمكين ودعم المرأة، بالإضافة إلى برنامج كشتة الضحى تقدمه الشيف ضحى العطيشان، أول شيف سعودية حاصلة على منصب شيف تنفيذي، تبتكر طبخاتها وستايلها اللذيذ بالطبخ من خلال سفرها للبنان والهند، بالإضافة إلى مطبخ ضحى اللي هو يعرض بشكل يومي أيضا على اس بي سي. وبرنامج فاشينيستا تقدمه الزميلة. ممتاز. أنا على الطاري أنا كنت بسألك سؤال مخصص لبرنامج فاشينيستا، أعطينا نبذة كاملة عن برنامج فاشينيستا. برنامج فاشينيستا برنامج يهتم بكل ما يختص بالجمال والألوان، الفاشن والتصاميم، طرق العناية بالبشرة، كل ما هو جديد في عالم الميك اب والشعر بطريقة مبتكرة وحديثة وجديدة. هل أنت شخصياً استفدتي من البرنامج هذا؟ أنا متابعة شخصية للبرنامج وباستمرار قاعدة أخذ من الديزاينر والميك اب أرتست اللي يطلعون على الهواء. يعني ننصح كل النساء أنهم يتابعون على الأقل اللي يحصلون من الفوائد. بالتأكيد. كمان زي ما أنا مستفيدة حاب الكل يستفيد. أكيد. شكراً لك أستاذة نوف. حياك الله. سارة ننتقل لك، هذا اللي عندنا اليوم في مكتب اس بي سي. يعطيك ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. الآن خلونا أنا وياكم نستقبل ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وخلينا نشوف بداية تقرير قصير عليه ثم نستجوبه أنا وياكم. من خلال قناته عبر اليوتيوب واللي تابعها أكثر من 4 ملايين مشترك، يحاول الفنان السعودي مشاري السويلم والشهير بأوزكس إن يجد له موطئ قدم في مدينة النجاح. إنساني وإنساني ما بيك خلاص روح وترجع ثاني، اللي بيني وبينك انت اليوم وحال رحيلي. مؤخرا ومن خلال أغنية إنساني استطاع أوزكس إنه يحصد نجاح كبير وردود أفعال واسعة. حبيتك من قلبي حطيتك بعيني وقلبي وروحي، عشت أنا لجلك ويومي ما يكمل إلا وانت بجنبي. أوزكس توقف عن الدراسة لأنه يرى نفسه في مجال الغناء والسينما والتصوير الاحترافي، ويطمح إنه يتواجد في هوليوود من خلال الأعمال اللي قدمها. حياك الله معنا يا مشاري السويلم، او ناديك بأوزكس، ايش تفضل؟ يا اهلا وسهلا. هلا والله اختي. يا هلا بك. يا هلا بك مشاري. ودي اعرف سر الاسم او اللقب. الله. الو تسمعني؟ اي اسمعك اسمعك. اعطيني سر اللقب أوزكس. والله يعني ما في سر صراحه، احنا يوم كنا صغار كنا يعني نحاول نطلع أكثر اسم غريب، فهذا اللي طلع معنا صراحة. ولا في هدف من وراه؟ للأسف للأسف هذا اللي أنا قاهرني، إنه علق فيني وإلى الآن قاعد أحاول أطلع له مخرج كويس بس ما لقيت. ما لقيت. طيب في ناس سائلين يقولون مين الداعمين في البدايات في بداياتك؟ والله أنا الداعم الأول أكيد الوالد، ما قصر والله معي في أشياء كثيرة، بعدين دخلت الوالدة والأهل وكلهم، فبعدها خلاص صرت أعتمد على نفسي وصاير أنا أدعم الناس اللي حولي. جميل جدا. آخر أعمالك كان إنساني، خلال فترة قصيرة حقق نجاح كبير، كنت متوقع هذا النجاح؟ لا والله كنا متوقعين أكثر صراحة. بس يعني حبيت في الثقة. الأخير لا مو ثقة، هي مو ثقة بس لأنه حنا متعودين يعني عارفين كيف النظام ماشي، بس يعني في الأول والأخير يعني حنا لكل مجتهد نصيب، وأنا أهم شيء أكون راضي على العمل أكثر من أنه ينجح ولا ما ينجح. طيب وش اللي أخر نجاحه بالنسبة لك؟ يعني إيش اللي قلل من نجاحه؟ هل بوجودك ولا بوجود التعاون اللي سويته هالمرة مع إلياس؟ لا لا بالعكس، كل اللي موجودين يعني ما قصروا معي، وهذولي يعني إضافة لي بالعكس، بس أنه في مشاكل صايرة في اليوتيوب فأنا نزلته في وقت غلط، بس يلا. على سالفة اي المشاكل اللي صايرة باليوتيوب، على وش تشتكي؟ ممكن تقول قاعد ما تشجع الناس انه يفتحوا قنوات جديدة، مع انه كنت ناوي على هالشيء انا صراحة. لا في بعض المشاكل يعني انا ما لي فيهم مرة، بس اني انا اعرف انه
اليوتيوب قاعد القنوات قاعدة تكبر وكل ما لا تكبر وشكله متوهق فما أدري والله وش السياسة بالضبط، لكن إن شاء الله تنحل الأمور. أصلا كل سنة كل آخر ثلاثة شهور أو شهرين تصير هذه المشاكل التحديثات والأشياء هذه، فأنا نزلت العمل في آخر شهرين وهي ناجحة، هي ناجحة الحمد لله، بس كان ودنا يعني أكثر. طيب في ناس مثل ما هم حبوا عملك، في بعض الناس انتقدوا هذا العمل ويقولوا أنك ما تصلح للراب، وش ردك عليهم؟ طيب في كل عمل لازم يكون المدح موجود والنقد موجود أكيد، فدائما أنا مع الناس اللي أركز مع الناس اللي تمدحني وتدعمني، وبرضو الناس اللي تنتقد برضو أسمع منهم إذا كان عندهم وجهة نظر كويسة أو صح أستفيد منها وأطورها، لكن اللي بس يتكلم يبغاني نفسه كذا ما أشتغل على نفسي أنا إيش أسوي يعني. بس برضو بالعكس يعني أنا في الأول والأخير في ناس أشوفهم يجين يقولون لي أنت ما تنفع للراب وما أدري إيش، أنا يا جماعة الخير أنا ماني رابر ولاني أطمح أصير مغني، أنا وظفت هالراب وهالغناء في شغلي اللي هو الإخراج، لأنه الإخراج من ضمنه أقدر أخرج أغاني، أقدر أخرج أفلام، أقدر أخرج حبة حبة، تونا حبة حبة على الدرجة على قولتهم، فإن شاء الله إن شاء الله نطلع حاجة كبيرة. طيب نلاحظ في قناتك في اليوتيوب أنه بعض المقاطع غريبة أو مضحكة، وانت توك تنوه أنه همك الإخراج، وين تبي توصل بالضبط؟ والله شوفي أنا في قناتي اسمي أوزيكس، ماخذة براند مو ماخذة ك يعني كشخص يبغى يصور أي شيء. أنا عندي أكثر من حاجة، عندي اللي هو الفيلميكينج اللي مركز عليه اللي هو إن شاء الله مستقبلي اللي هو في السينما والهوليوود والأشياء هذه، وبرضه عندي حياتي الشهرة الخاصة للفلوقات والتصوير وشخصيتي أنا. فأنا ما أقدر أني خلاص أحصر شيء وأسحب على متابعين وخلاص ما عاد أسوي محتواي اللي أنا أحبه، فهذه هواية وهذه شخصية اللي عشان الجمهور حبوني عشانها، فأنا قاعد أشتغل على الثنتين. جميل جدا. طيب قل لنا كيف قاعد تشغل مواهبك أو الأشياء اللي تعرفها في تطوير قناتك عشان الناس اللي تبغى تفتح قناة تتعلم منك؟ والله ما في شيء يعني بالضبط، بس في الأول والأخير يعني بتوفيق ربك أول شيء، وثاني حاجة يعني دعم الناس اللي حولك، وبرضو الشخصية أو الكاريزما اللي أنت تطلع فيها قدام الكاميرا. يعني في ناس كثيرين يقول لازم تكون معك كاميرا، لازم معدات، لازم فلوس، لا طيب في ناس عندهم وما نجحوا، وأكثر أصلاً الموهوبين طب ما ينجحوا. بدون متعصب أنا بالغلط طلعتها فما ينجحون، وفي بعض الناس يصور من كاميرا الجوال، وشوفي ما شاء الله الحين من أكبر قنوات في السوشيال ميديا. صحيح. فهي تعتمد على التوفيق والكاريزما وكيف قبولك قدام الكاميرا. طيب جميل، ترى الأسئلة حقتي ما خلصت لأنه في مقطع من جمهورك أنت موجودة عند عبد الله بيسألك إياها الآن. الله يعينك. أوزكس حياك الله أول شيء. أنت يا سارة حبيتك، هذا خايف منه هذا. لا 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 تخاف ولا شيء، أنت أساساً أعطيتنا نص جواب على السؤال الأول. والوقت ضيق صراحة، ولا كان ودي أعطيك أسئلة كثيرة من عندي، لكن السؤال الأول يقول طبعا من عبد الرحمن المنصور، يقول اللي قاعد يسويه جهد فردي ولا دعم من جهة تهتم بالمواهب؟ السؤال الثاني يقول لك من شجعك في كتابة الأغاني أو اختيار مجال الفن بشكل عام؟ السؤال الثالث يقول كم كلفت كل أغنية؟ أخطر سؤال. طيب أبدأ في سؤال اللي تبي. السؤال الأول وشو مش معلش. السؤال الأول يقول هل أنت لقيت دعم ولا جهد فردي؟ لا جهد فردي، بس أنا قاعد أطور أو قاعد أبني لي الدعم هذا يعني التيم والأشياء هذولي. ممتاز. السؤال الثاني، طيب من اللي شجعك على كتابة الأغاني واختيار المجال هذا كله؟ مو أنا أكتب، أنا في ناس أشتغل معاهم. في الأول والأخير لما تكون مثلا الأغنية مو حلوة أو حاجة، أنا مو تخصصي أغاني، أنا تخصصي فيديو كليب. تبي تنتقدني تبي تهاير تعال قل لي الكاميرا مو حلوة التصوير مو حلو، هنا تهاوش معك. ممتاز. بس كأغنية أنا ما لي دخل. أيوه. طيب السؤال الأخير يقول كم كلفتك أغنية إنساني؟ لازم أجاوب ولا؟ إيه نبي لازم. ما في عندنا ما في لازم لازم. ما أقدر يعني ما هو المشكلة عادي أجاوب، بس خوفك أجاوب الأعمال الجاية ينحاشون مني. هذا سر بيننا أعتبره. هذا سر لأن مبالغ يعني تكلف، فما أقدر أطرحها قدام الكاميرا، هي تعتمد على حسب. أعطينا الأفرج. يعني البروجكت. طيب يعني الكل يعرف ان كل مشروع يعني وكان حينطق يا عبد الله اصبر شوي يعني الفيديو كليبات كم تكلف يعني إيه؟ يعني هي معروفه يعني هي تكلف 100 وطالع. طيب على حسب المخرج على حسب الفكره دولار طبعا
100,000 دولار. لا لا يما بسم الله خوفتيني. هي توصل بس أنا توني مبتدئ. طيب يعطيك العافية. يعطيك العافية وشكرا لوجودك معانا، والله يوفقك منها الأعلى. الله يعافيك وما قصرتي والله يا سارة. مستمرين معاكم مشاهدينا، لكن خليكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. حياكم الله من جديد. وش الهدف من مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال مهم ولازم نجاوب عليه حتى نعرف هل مواقع التواصل الاجتماعي لساتها في المسار الصحيح أو انحرفت. خلينا نشوف هذا التقرير. مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزء مهم من حياتنا وسرقت أغلب أوقات يومنا بين تفاعل أو متابعة. لكن وش نبغي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإيش الهدف من استخدامها؟ أسئلة بسيطة لكن الإجابة عليها صعبة جدا. نستخدمها حتى نكون علاقات وصداقات اجتماعية. غالبا يعني بالحسابات اللي أنا استخدمها في السوشيال ميديا أنها بناء علاقات، يعني غالبا في تواصل مع الأصدقاء والأهل، يقربنا من بعض، نحب نسولف عن الأشياء اللي نحبها. يعني ما هو مثل أول أيامي بتروح البيت، الحين فيه تكنولوجيا وفيه تطور. أو نستخدمها حتى ندور الأخبار عبرها. غالباً الأخبار هو يعني تدخل السوشيال ميديا تأخذ الأخبار الجديدة اللي تنزل. أغلب الأخبار وحصرياً يطلع أكثر شيء في تويتر، عشان أتابع أشياء تهمني مثل رياضة، مثل لاعب، مثل نادي. أغلب الوقت بيكون على اطلاع على أحدث الأخبار، عشان الأخبار، عشان مثلاً نتعلم من بعضنا. وإلا نستغلها في توصيل الصوت للمسؤول بخصوص أنها تكون منصة تواصل مع أشخاص مثلاً لهم مكانهم في البلد، يكون أسهل أنك تتواصل عن طريق السوشيال ميديا. استخدمها من ناحية وظائف، ما وظائف يعني أتابع بشكل عام يعني في الوظائف، عشان الاستفسارات وأقدم السيفي، لأنهم سرعة الاستجابة أسرع من لما أتواصل معهم بالإيميل. ولا حولناها المتجر وتسويق لموهبة أو بضاعة. للحديث عن هذا الموضوع أكثر معنا عبر سكايب الأستاذ محمد القمشة، عضو هيئة التدريس في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي. حياك الله معنا. لو نبغى نختصر كلمة مواقع التواصل الاجتماعي، عن إيش تتكلم هذه مواقع التواصل وإيش الدور الأساسي لها؟ حياك الله سارة. في الواقع وسائل التواصل الاجتماعي يعني دورها مهم جدا. هي أهدافها عند المستخدم تختلف عن أهدافها عند المنشئ أو صانع هذه الوسائل. فبالنسبة للفرد بالتأكيد أن التواصل الاجتماعي أحد أهم يعني أهداف هذه الوسيلة. من بعد إذنك بس تعدلنا الكاميرا، مو واضح بالنسبة لنا الصورة. الصورة واضحة الآن؟ واضحة؟ كيف الآن؟ أيوة. فمثل ما كنت توضح وتفضلت دورها مهم، لكن إحنا نحكي بالتحديد لمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي مو المنشئ. يعني المستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هم الأفراد وأيضا الحكومات و الجهات والمؤسسات الرسمية. نعم. بالنسبة للأفراد أهدافهم يعني متعددة أيضا، منها التواصل الاجتماعي بمحيط الأسر ومجتمعهم سواء القريب أو البعيد، أيضا حصول على الأخبار. معي سارة؟ يعني مثل ما ذكروا بعض المشاركين إن فيها كل هذه العوامل، لكن أبغى أسألك الآن، هل الهدف من مواقع التواصل الاجتماعي ما زال في مساره الحقيقي أو الصحيح، أم انحرف إلى اتجاهات مغلوطة أو خاطئة أو سيئة بالأحرى؟
بالتأكيد بالتأكيد يعني هي وسيلة، إن أحسنت استخدامها فستجني الثمرة الإيجابية، وإن أسأت استخدامها سوف تكون النتائج بالتأكيد سلبية بل مدمرة في كثير من الأحيان. يعني كالسيارة استخدمتها في الطريق الصح كانت وسيلة نقل ووسيلة جيدة، والعكس صحيح، إذا استخدمتها في الاتجاه المعاكس كانت النتائج سلبية. وهناك شواهد فعلا على أن هناك فئة من المجتمع تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي استخدام سيء للأسف ومؤثر. هناك أيضا وعي من فئات أخرى بالعكس كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف نبيلة جدا تتعلق بالهوية الوطنية وبالمواطنة وأيضا أو مصدر دخل كما شاهدنا كثير في الحالات. بسألك نبغى نعرف هل المجتمع السعودي جاهز أو قاعد يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بعشوائية أو مدرك وواعي لأبعادها؟ هناك من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بعشوائية. من مجتمعنا إذن؟ أنت محدد هذا الشيء؟ نعم، وهناك من يتعامل معها بوعي. يعني على سبيل المثال خليني أعطيك أحد المسائل السيئة، مثلا على سبيل المثال هروب الفتيات اللي بدأت في الأونة الأخيرة نسمع عنها. اتضح أن هناك بعد البحث والتحري أن هناك دول يعني معادية للمملكة العربية السعودية تسعى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي إلى فعلا يعني ضرب نسيج الأسرة السعودية واستدراج بعض الفتيات ومنحهم اللجوء السياسي في بعض الدول أيضا المعادية حتى يصبحون بوق يعني للدعاية ضد المملكة. فهناك مضار وهناك أيضا فوائد كثيرة للوسائل التواصل الاجتماعي لا ننكرها، لكن هناك مضار لأن في فئة يعني أساءت استخدامها. نعم. طيب إذا بغينا نحدد أفضل ما هو موجود في مواقع التواصل الاجتماعي، يريد تكون السؤال واضح اختصارا، يعني إيش هي الأساس من وجودها؟ ما هو بالنسبة لك أفضل ما يقدمه مواقع التواصل الاجتماعي لمجتمعنا؟ هو مثل ما قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي هي فعلا تقدم خدمة كبيرة إذا أحسن استخدامها. يعني في المعارف على مستوى الاجتماعي بأي نحو؟ ما هذا هو سؤالي، بأي نحو؟ قد تكون على المستوى المعرفي، يعني تعطي يعني تضخ كمية كبيرة جدا من المعارف والمعلومات. ايضا هناك من يحسن استخدامها من اصحاب الفكر والراي ببث مضمون جيد يتعلق بالهويه الوطنيه وتعزيز القيم للمجتمع السعودي وتعزيز الوحده الوطنيه والجبهه الداخليه من الاختراق من طبعا جهات معادية وتستخدم هذه الوسائل بذكاء وشراسة وأيضا انتشار واسع. جميل جدا، يعطيك ألف عافية أستاذ محمد، شكرا لك. الله يسلمك، شكرا لك سارة، ونتمنى إن شاء الله نكون قد قدمنا ما يفيد السادة المشاهدين إن شاء الله. إذن مشاهدينا، مواقع التواصل الاجتماعي بحر متلاطم وأمواج سريعة تأخذك إلى الفائدة والمعرفة مرة، وتأخذك إلى السطحية والجهل في مرات أخرى، أنت فقط من تحدد مسارها. الآن خلينا ننتقل أنا وإياكم مشاهدينا، نأخذكم إلى هاشتاغ زمان نحو الطفولة والبراءة والذكريات الجميلة. خلينا نشوف هذا التقرير. نعود صغار لو ليله ولا نهتم بالذال، انا وانتي نكون اطفال والدنيا نخليها، حياتي ها وش قلتي نسويها نكون اطفال، بلا الضحك يا عمري نعود صغار وش بيها، حياتي ها وش قلتي نسويها نكون اطفال، بلا الضحك يا عمري نعود صغار وش فيها، حياتي ها وش قلتي نسويها نكون اطفال، بلا الضحك يا عمري نعود صغار وش فيها.
الفائزة بجائزة الهاكاثون سماء أهر الهذلي بعد الفاصل، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. فقرتنا التالية عن التطبيقات، معنا اليوم سماهر الهذلي وهي شابة سعودية أطلقت تطبيق ترجمان لمساعدة الحجاج على ترجمة اللوحات الإرشادية في مكة المكرمة. نتعرف على التطبيق أكثر في هذا التقرير. والفائز بالمركز الأول هو فريق ترجمان. بعد فوزنا في ترجمان بدأنا بوضع خطة لتحقيق هذا الهدف، أن يصير على أرض الواقع في أرض المشاعر في مكة المكرمة. الحمد لله ترجمان العام في هذا الوقت كان فكرة، وهذه السنة صار حقيقة، صار متواجد بكل المشاعر وصار متواجد في الحرم المكي. ما تقدر تتخيل كيف الشعور في أول لوحة تركبت في الحرم. في خيارين للإدخال، الكود اللي موجود على اللوحة كود المشاعر في الحرم، يقدر يدخل عن طريق الكاميرا ويقدر يدخل إدخال يدوي. وجالسة تجينا تعليقات يقولوا مثلاً الحاجز اللي يقول لك إن التطبيق جدا سهل، التطبيق ساعدنا في الحرم ما ضعنا. أشكر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على كل اللي يقدموه لدعم الشباب. تنضم معنا عبر سكايب صاحبة تطبيق ترجمان سماهر الهذلي، حياك الله معنا. أصلاً أنا سعيدة جداً بتواجدك هنا معنا، حدثينا عن فوزك بالمركز الأول في الهاكاثون. أهلاً وسهلاً، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. فوزنا بالمركز الأول في هاكاثون الحج صراحة كان يعني شيء مرة جميل، مرة كان تخيل انك في وسط 2950 متسابق من اكثر من 100 دوله. نعم. فصراحه كان مره شعور جميل وانجاز كبير قدرنا نحققه وقدرنا نفيد فيه الحجاج من بعد سنه من الهاكاثون. يعني الحج الاول صار الهاكاثون، الحج الثاني تنفذ الحمد لله. الحمد لله. طيب انت كنت تتوقع الفوز بصراحه؟ صراحة من أول ما جينا أنا والبنات كنا نقول لازم ما نطلع من الهاكاثون إلا إحنا إن شاء الله أخذنا المركز الأول، وخصوصا الفريق اللي كان معايا كان جدا متحمس. كلمينا عن فريقك فريق اللي هو مكون من عناصر نسائية بحتة، كيف تكون هذا الفريق وكم مدة العمل على التطبيق؟ الفريق كان إحنا خمسة وكلنا تخصصنا حاسب آلي، أنا وريهام مرغلاني، بيان الغامدي، وروان المطرفي، ورغد القاضي. ما شاء الله. كل واحدة كانت لها مجال، يعني في ناس كانوا يبرمجوا، في ناس كانوا يشوفوا كيف ممكن نطور الشغل، في واحدة كانت تصمم، فكل واحدة كان لها شغل في مجال على أساس نقدر نخلصه خلال 48 ساعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب كم أخذ من الوقت بين الفوز بالمسابقة وبين استخدام التطبيق على أرض الواقع؟ أنت قلتي بعد سنة تماماً طبق في الحرم في الحج في موسم الحج، هل أخذ فعلاً سنة كاملة؟ إحنا من أول ما خلصنا من الهاكاثون بدأنا على طول نجمع فريق مترجمين، إنه يكونوا مترجمين ترجمتهم تكون صحيحة ولكل لغة أكثر من مترجم. بدأنا نرسل نحاول نجيب تصاريح في المشاعر المقدسة في الحرم المكي في الحرم النبوي، وبعد كده بدأنا نشوف إيش التقنية المناسبة اللي ممكن نقدر نستخدمها، كيف التصميم يكون سهل للحاج، كيف ممكن نساعده بطريقة إنه ممكن ما يصير فيه تكدس قدام اللوحة إنه يحاولوا يسوي سكان. حاولنا نفكر بكل الطرق بحيث إنه التطبيق يكون يساعد الحاج بطريقة سهلة وبشكل سريع ويفيد كل الحجاج، سواء جواله كويس، جواله كاميرته تصور ولا ما تصور يقدر يستفيد منه. جميل، يعني فكرتوا في أدق التفاصيل. في كل حاولنا نغطي إنه من كل الجوانب. هذا التطوير مستمر للتطبيق؟ أيوة طبعاً للآن. جميل جداً. طيب أبغى منك نصيحة تقدميها للشباب والشابات السعوديات اللي يبغوا يسووا تطبيق. أي واحد عنده فكرة ممكن تفيد المجتمع لا يتردد، على طول يبدأ يفكر كيف ممكن يطورها، يروح للجهات الداعمة، يسأل أهل الخبرة، ما يوقف حتى يعني لو التصاريح تأخرت، حتى لو
في جهات كثير جالسة تدعم، في حاضنات أعمال كثير، الدعم الحكومي مرة كبير بالنسبة للشباب وللتطبيقات وفي مجال يعني إنك تخدم المجتمع. الدعم الحكومي جدا كبير، يقدر يتوجه لأي جهة يستشير أهل الخبرة وينفذ فكرته. جميل، يعطيك ألف عافية والله يوفقك في كل خطواتك، جزاك الله ألف خير على كل خطوة سويتيها، وأنا أطمح أنه نشوف مثل أمثالك الكثير في بلدنا. الله يوفقك يا سماهر. آمين يا رب، أنا وفريقي إن شاء الله. شكرا. العفو يا رب. آمين. مشاهدينا الحين خلينا نشوف تقرير عن رحلة سريعة مع الفيديوهات الأكثر تداولا هذا الأسبوع. أما في فقرة الأكثر تداولاً محلياً، أبو حسين عطية الشمراني بطل من أبطال الحد الجنوبي يفدي الوطن بأعز ما يملك. أبو حسين كيف حالك؟ أبو حسين أبو حسين خويك جايين بنسمع عليك. كيف حالك؟ طيب الله أخبارك؟ طيب كيف حالك؟ وهذه والله ما فكرت فيها. أحسن شيء. والله ضربت لها حساب. كل شيء يتعود. الحمد لله كل شيء يتعود. كل شيء هذي ولا شيء. الحمد لله. ما علينا. الله خلقها والله خلقها. سبحان الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله أنا مبسوط وأنا أكبر نعمة. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. استغفر الله رجع. الحمد لله. وطالبة بجامعة طيبة تمازح زميلاتها بثعبان وتثير الرعب بالجامعة. ومقطعنا الثالث الفنان سعودي ينشر الجمال على الجدران والبيوت المهجورة ورسوماته تحصد الإعجاب. أما مخاوي الليل نشر فيديو له في فعاليات موسم الرياض وحصد أكثر من 150 ألف مشاهدة وإعجاب. المواطن يستحق هذا البلد، يستاهل هذا العرض الجميل. أما مقطعنا الأخير المجموعة من كبار السن وهم يمارسون الغناء التراثي الهجيني. طردنا يا الوسطين من الهجنة من جيال ولا هد منك دفع بندر الخالي. من الفيديوهات المؤثرة إلى هاشتاج أثر في قلوب السعوديين كلهم، شابة سعودية على أبواب الزواج طالبت عبر حسابها معرفة الأسواق اللي فيها بضائع أقل تكلفة لأنه فلوسها قليلة. كانت المفاجأة الكبيرة تلبية احتياجاتها مجاناً. خلينا نشوف التقرير. تويتر بالسعودية قصصه ومفاجآته ما تخلص. قصة اليوم العروسة طلبت من المتابعين المساعدة لأجل يقترحون عليها أماكن تجهيز زواجها بأقل التكاليف بسبب ظروفها، لكن المتابعين فاجأوها بتفاعل مذهل فوق طلبها وكل شخص قدم اللي يقدر عليه للمساعدة، وأصبحت قصة عروس الشرقية قصة تشهد بالفخر للشعب السعودي ومدى تكافله. تعقيبا على هذه المبادرة الجميلة واللي أكثر من رائعة، وطبعا مو غريب عن الشعب السعودي، شعب دائما سباق للخير، شعب دائما يفعل من أجل الخير المساعدة. نجد أن هناك روابط وعادات اجتماعية ولله الحمد موجودة في شعبنا، موجودة بين إخواننا وأخواتنا السعوديات. طبعا أنا من الناس اللي طبعا يا ربي لك الحمد أرى دائما المبادرات الجميلة، وأتمنى بحول الله لهذه الفتاة أن تشعر كأنها داخل أسرتها ومع أهلها. من شب على شيء شاب عليه، الكرم من طبع السعوديين وهذا اللي نتوقعه أكثر دائما. تخيلوني أنا ألعب بلاي ستيشن لأول مرة في حياتي بعد الفصل.
حياكم الله من جديد في برنامجكم الأسبوعي آت أس بي سي. في هذا الفقرة وصلنا إلى عالم الألعاب الإلكترونية أو الجيمز. خلونا نتعرف على ضيف هذه الفقرة، البطل والمؤثر في مجال الألعاب الإلكترونية عبد العزيز السميلي. صباح الخير من روسيا. وصباح الخير يا عبد العزيز. عبد العزيز الصميلي أبو الجوهرة والملقب بعزيز تشوبرز، مهنته أخصائي ترفيه. لا إله إلا الله. ومن تواضعه يرى في نفسه إنه لاعب هاوي. منصته على اليوتيوب تهتم بكل وسائل الترفيه عامة والألعاب خاصة. هاوي سفر وترحال خلف كل ما هو جديد في عالم الجيمز. كوشينغ التايوانية، أنا الآن متواجد في تايوان. يا ترى شلون بيكون مستواه الليلة بالمنافسة؟ حياك الله يا عبد العزيز، هلا بك معنا. خلينا نبدأ معك على طول وتقول لنا عن قناتك المتخصصة بالألعاب الإلكترونية. قل لنا ليش خصصتها لألعاب الإلكترونية؟ والله في البداية يعني من سنين يعني كانت تسليتنا غالبا في البلاي ستيشن، فكنت يعني أحب الألعاب من وأنا صغير، فبديت القناة تقريبا في عام 2013، وكانت الانطلاقة الحقيقية من بعد 2014 إلى 2015، يعني شيء أنا أحبه، فعشان كذا يعني الحمد لله قدرت أني أنجح فيه. أي ما شاء الله بتنجح، واليوم نجحت أنك بتخليني ألعب معك اللعبة صراحة. أي بس أنا شفت سمعت قبل الفاصل تقولين الله يسر، ترى ما راح أجامل للأسف يعني. لا تجامل، المشكلة أنا اللي لعبة فريق الريال وأنا وياك رياليين صح ولا لا؟ لا 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 أنا مش ريالي. لا 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 أوه هذا قبل الفاصل كان. اي لا 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 انا مش ريالي، لكن مع ذلك ترى ما راح اجاملك ولا راح اعطيك اي فرصه. لا جامل لا جامل، مو مشكله، خلينا نبدا. بس الله يسامحك، انا هذه اول مره العب بلاي ستيشن في حياتي، حتى مسكته من يعرف امسكه زي العالم والناس. يا سلام، البدايه على فيفا على طول. اي على طول، شفت كيف؟ يلا ورينا شطارتك في الملعب. يلا بس انت قول لي اي على اي جهه لازم. بس مربع يشوت عندك او دائره؟ جرب. اي لا يشوت. اي لا ويني لا ويني لا. بس ويني، لا ما يصير. ها والله حاسه نفسي كاني النصر في بدايه الموسم. انت تحكمي بس صعب اللاعب. ها ها المخرج يتكلم معي والمساعد واللاعب. انا اجيك لا 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 ماني عارف، انا احاول اخذ منك الكوره. شو قاعد الف حوالين نفسي، الله يسامحك. مرمطوني، انا بجيب ضيف بعطي له مكياج مثل ما انتم محرجين البلاي ستيشن، ونشوف شطارتكم مين اشطر. يلا يلا، يعني انا بالاتجاه الصحيح بالله يقولوا لي. ايوه ها خلاص مربع. ها قاعد احاول اشوت. لا هذه اول فرصه، حلو هذا البدايه. اي والله كويس، عرفت اسوي شيء. اخذتيها مره ثانيه بعد. يلا ها 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 نمررها، نحاول نمررها. عكس عكس عكس. الجهه الثانيه، الجهه الثانيه. هو كريمة ودي على كل الجهات. أنا والله ما أفضل تطلعين الحارس من مكانه. أي صح، طلعتيه من مكانه ممكن إنه يجي هدف، ممكن. الحمد لله أنه ما جاء، الحمد لله أنه ما جاء. طيب راضي أنت باللي صاير معي أنا الحين؟ والله يعني لا بأس. لا بأس؟ الله يسامحك بس، الله يسامحك. المرة الجاية استضافتك على مكياج تطبيقه. هي أساسيات، بس أساسيات لو تعودين عليها ترى يعني تمشي أمورك. أيوة إكس اللي ناول. يا سلام حلو، إكس ثاني وتقدم اليسار. لا هذا مصر مصر. طب أنا إيش أسوي؟ أنا إيش أسوي؟ لا والله مو كذا اللعبة. أيوة 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 يلا سارة يلا يلا. في روح يعني، أنا لاحظ في روح. لا 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 يا بابا لا روح. طيب ما في احد. والله صراحه حسيت نفسي شاطره، انا مستحوذ على الكره معظم الوقت، ما شفتك يعني وين. أيوه التهديد. يلا ويلا حسيت. يلا قسم بالله توتر يعني. اللي مسوينه فيني حرام. نرجع الاسئله، ايش رايك؟ انا احس الاسئله ابرك ولا وش رايك؟ وش قاعد اسوي؟ وش قاعد اسوي؟ حسب الله. لا 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 ولا شوف، يا انا افوز يا ما حد يفوز، يا انا افوز
يا ما حد يفوز. انا ما راح افوز ان شاء الله. لا لا يقولها. يلا 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 انا قاعد افتح لك ترى مساحات. لا لا توك تقول انا ب اي انا بحاول يعني بمثل يعني. ها لا لا ابغاك تكون الله. الله لا مو قول. حلو محاوله جميله. لا انا كذا ما عجبني. خليني اكمل الاسئله معاك الصراحه. صراحة ما طيب عجبني تفضل. شوف خليني أتكلم معك على الأشياء اللي تعجبني في قناتك. في أشياء ايه. سفر، تغطيات، مناسبات، حتى المناسبات ايه. الكروية أمشي لك إياها. طيب قل لي أنت وين بالضبط تلاقي نفسك؟ والله أنا صراحة زي يعني ما قلت في التقرير يعني أنا غالبا قناتي محتواها في الألعاب الإلكترونية، وأحب بين فترة وفترة أني أنوع يعني خصوصا مثلا في تغطيات المباريات. يعني بديتها في 2018 كانت حفل تتويج الهلال ولقيت فيه إقبال ومشاهدات عليها. فقلت خلني أبدأ يعني حاول إني أكررها بين فترة وفترة. وكانت يعني انطلاقة مع كأس العالم. رحت هناك حضرت الافتتاح والنهائي وعدة مباريات وغطيتها، والحمد لله يعني قدرت إني أتوفق فيها ولقيت في دعم من المتابعين عليها. طيب بنظرك الألعاب الإلكترونية تطورت من مسار الهواية إلى الاحتراف وتأسيس عالم كبير له متابعين مهتمين، كيف صار هذا التحول؟ أكيد هم اللاعبين المحترفين ترى موجودين من أول، موجودين من أول، لكن ما كان في أحد في عالمنا العربي أو الخليج عليه. لا 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 في العرب فيه وفي السعوديين وفي الخليج فيه، لكن ما كان في أحد مركز عليهم، ما كان في أحد يعني على قولتهم يبرزهم للأضواء. لكن يعني الحمد لله بعد ما تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صار في دعم، صار في يعني إبراز للمواهب الشابة، صاروا يشاركون مع أنهم كانوا يشاركون أول في بطولات خارجية لكن كأشخاص يعني ما كان أو في يعني بعض الأفرقة لكن ما هو بشكل كبير. لكن مع الاتحاد الآن صار بشكل رسمي، أيضا صاروا يقومون لهم بطولات هنا في السعودية تحت مظلة الاتحاد. فهذه الأشياء كلها حفزت أنه اللاعب المحترف يبرز أكثر وأكثر. جميل. طب بس أنت انتقدت بعض سياسات اليوتيوب الأخيرة وطالب بعدم فتح قنوات جديدة، ليش؟ أنا غردت عنها أمزح. أنا هو اللي صار أنه اليوتيوب أخذ مخالفة من لجنة التجارة الفيدرالية أو شيء زي كذا في أمريكا بتقريبا مبلغ 170 مليون دولار. ليش؟ يقول أنه إحنا حذرناكم، لأنه حذروهم زمان تقريبا في 2013 أنه اليوتيوب بيسمح أنه ياخذ معلومات الأطفال اللي يسجلون اللي هم تحت سن 13 سنة. فكانوا هم ضد هذا الشيء. اليوتيوب ما أعطى أي اهتمام للموضوع هذا لما جتهم الضربة وخلتهم صحصحون الآن، وصاروا متجهين يعني اتجاه أنه راح يفصلون اليوتيوب العادي عن يوتيوب الأطفال يكون لهم يوتيوب كيدز خاص فيهم. فالقنوات اللي تعتمد متابعينها ومشاهداتها على الأطفال خصوصا القنوات العائلية راح يتضرروا هناك على طيب. حسب ما قرينا. أبغى جواب نعم أم لا، الهلال يبكيك؟ والله هذه مقصودة يعني على آخر فيديو. نعم أم لا عشان أقفل. هذه كانت المرة الوحيدة ونعم. طيب يعطيك يعني ألف عافية. شكرا لك. مو فرق يعني الله يعطيك العافية. مشاهدينا خلينا ننتقل أنا وياكم الآن إلى تقرير من سناب، هم نتعرف على آخر ما يدور في سنابات المشاهير. في فقرة من سنابهم اليوم، منصور رقيبة ونخلة ميتة حية في زيارته لمزرعة بالمدينة المنورة. هذه المزرعة يقال أنها ترجع للصحابي عبد الرحمن بن عوف، الآن هي للأشراف. شوف الخلة دي سبحان الله طاحت ميتة. بعدين كتب الله الحياة. أما ريماس منصور كانت تنصح الكل يلعب في بيت الرعب بوينتر ويندرلاند. بسم الله الرحمن الرحيم. يما فيران تمشي. الله يخرب. أما منصور آشف كان جوه مختلف تماما، كان يوثق جمال أجواء مدينة الرياض وبطريقته العفوية. الجو لطيف. وش هذا الجو اللطيف؟ عند الصحارة بيرفكت، النسيم بيرفكت. وش هذا؟ ما شاء الله سبحان الله، واو رهيب مرة. طالع كني أفور، بس إذا أنت بالرياض اطلع برا حين كذا ومد يدك تشعر بالشعور هذا اللي قاعد أقوله أنا.
عبد الله السبع يعطينا معلومة غريبة في التعامل مع النصوص بتحديث الآيفون الجديد. لو كتبت أي كلمة وحبيت تحذفها فأنت تقدر ثلاثة أصابع يسار يحذف لك الكلمات اللي أنت كاتبها أو شيء أنت كاتبه. أما لو حبيت تسوي لصق ثلاثة أصابع توسعهم على الشاشة. لاحظوا أبد راح يسوي لك لصق لأي لو ناوي تنسخ كلمة فقط تحدد على الكلمة، مجرد ما تحدد عليها تضم ثلاث أصابع راح يسوي لها نسخ. غرفة الرعب هذه خلت أختكم سارة يغمى عليها، الله لا يعيد هذاك الموقف، لكن تجربة شيقة وأنصح الجميع أن يشوفها اللي قلبه قوي. بس الآن خلينا نشوف الفيديوهات المنتشرة في العالم من خلال فقرة حول العالم. في فقرة المقاطع الأكثر انتشار حول العالم اليوم، مقطع لأم كانت تدعو توأمها الثلاث لشرب الحليب صار من الأكثر تداول عالمياً. Can we get your bottles? One for you. Here you go, my love. One for you. And then one for you. Yay! وقردة تحن وتقبل بطن امرأة حامل أثارت إعجاب كل الناس اللي شاهدوا المقطع. ومقلب ما ينتهي من الشاشة المعلقة إلى مقبض الباب. خلاقة ضيقة وعصبية أكثر مني هذه. الآن وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم مع الأخبار السريعة ومع الزميل عبد الله اللي بيقولنا كمان نتائج الاستفتاء. خلينا نشوف شو عنده. حياك الله من جديد يا سارة. أخبارنا السريعة لليوم تقول لك الخبر الأول للعام الخامس، الأحساء مدينة مبدعة عالميا. خبرنا الثاني يقول سجن 5 مسؤولين 32 عاما بتهم فساد. خبرنا الثالث عن الأرجنتين التي تكسب البرازيل بهدف دون مقابل في السوبر كلاسيكو سجله اللاعب ليونيل ميسي. خبرنا الرابع لليوم يقول شاهد من الحرم حاويات نفايات غير تقليدية تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية. خبرنا الخامس والأخير اليوم يقول بندقية تعلن حالة الطوارئ شهدت أسوأ فيضانات منذ 50 عاما. أظن إن هذا الشيء بعد دلع ميسي أمس عند بضيافة رئيس هيئة الترفيه أعطاها التوصية. طيب أعطيني نتائج الاستفتاء. نتائج الاستفتاء يا سارة كانت 51% للبحث عن الأخبار، 31% هي إيصال الصوت للمسؤول والبقية على النسب الباقية. أنا عندي تعقيب بسيط بس على إيصال الصوت للمسؤول، أعتقد أن جميع المسؤولين وصولهم سهل وبابهم مفتوح دائم، مو شرط عن طريق التواصل الاجتماعي. ننتقل لك يا سارة. يعطيك ألف عافية، شكرا لك وشكرا لمشاهدين الكرام على متابعتهم هذه الحلقة. إن شاء الله تكون استمتعتوا معنا، وإن شاء الله لقاءنا الأسبوع الجاي في نفس التوقيت وعلى نفس الشاشة. في أمان الله.